شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام. الأهلي ينهي مباراته أمام غزل المحلة بثنائية. الأهلي يعدل الأوضاع في الشوط الثاني. بدأ التهديف عاطف الحكيم في الدقيقة 22 لفريق غزل المحلة، ثم أدرك التعادل للنادي الأهلي في الشوط الأول في الدقيقة 38 عن تسديدة قوية عن طريق فارس خالد. ويعود النادي الأهلي في الشوط الثاني عن طريق أحمد خالد كباكا من ركلة جزاء يسددها على يمين حارس المرمى. برحب بضيوفي مرة أخرى، الكابتن محمد حشيش، الدكتور أحمد ثابت. كابتن حشيش، الأهلي يعود في الشوط الثاني ويصحح الأوضاع، تقدم مستحق للنادي الأهلي، رأيك في مجمل المباراة؟ يعني مباراة جيدة طبعا، خصوصا في الشوط الثاني بعد التغييرات اللي اتعملت ادت نوع من الحيوية للعيبة، وبقى في ضغط أكتر على فريق المحلة اللي كان لازم يتعمل زي أول 10 دقايق. التغييرات أثمرت عن طبعا تحركات أسرع شوية، ابتدى يغير كمان في الطريقة، شال في الآخر البكرايت ولعب بثلاثة ورا وعمل ضغط هجومي، بس برضو الريتم يتحسن شوية، بس كان لازم يبقى أكتر من كده، أسرع من كده. برضه ما شفناش تصويبات كتيرة من بره زي ما احنا قلنا نتيجة للتكتل، إنما في الآخر طبعا يعني النتيجة حققنا النتيجة الكويسة 3 بونت. أعتقد إن حسن يعني في بداياته مع الفريق ولسه برضه ما حطش إيده على العناصر أو التوليفة اللي هي كان يبدأ، يعني أنا كنت متخيل إن كان هيبدأ زي ما بدأ الشوط الثاني، هيبدأ من بداية المباراة. محدش عارف طبعا ظروف اللعيبة، وكنت بتقول في ممكن بعض اللعيبة فيها عندها نزلة برد أو إصابات أو كده، إنما أعتقد هو حط إيده على اللعيبة المناسبة في الشوط الثاني. كمان عنده كان عنده مرونة تكتيكية، إن قلنا غير الأداء وغير مراكز اللعيبة وغير من الطريقة، كان في تحسن في الأداء الشوط الثاني، والنادي الاهلي قدر يحرز الهدف الثاني من ضربه جزاء طبعا مستحقه، ومبروك للنادي الاهلي. دكتور ثابت، التغييرات الشوط الثاني يعني اضافت بشكل ايجابي للفريق، عملت حيويه ونشاط، نزول حسام عادل، ابراهيم عادل راح باك رايت، حسام عادل بقى مهاجم ثاني مع محمد رافت نزل الشوط الثاني، ايضا هشام مصطفى بقى وينج شمال، محمود لبيب عمل جبهه شمال وبقى نشوف كرات عرضيه. الشوط الثاني افضل من الشوط الاولاني طبعا، ودي من ايجابيات الماتش. يمكن احلى حاجه في الماتش يمكن او بالنسبه للنادي الاهلي يعني طبعا كان توقيت الهدف الاول اللي احنا جبنا فيه التعادل، قدرنا ان احنا دي كانت اسباب الريمونتادا، ان انت تبقى خسران 1-0 وترجع 2-1. ده هشام مصطفى اللي نزل الشوط الثاني، واحد من اللعيبه اللي اضافت وغيرت في الشوط. توقيت الهدف الاول في الدقيقه 39 ساعدك ان انت ترجع تاني للماتش. أنا شايف الإيجابية الكبرى في المباراة دي، أنا شايف مدرب عنده رؤية، حسن محمد ده مدرب واضح كده إن هو، أنا شايف إن تغييراته كويسة قوي، جريء، عجبني كذا مرة إن هو بيغير طريقة اللعب، ممكن القدرات البدنية للعيبة مش مساعداه. بس أنا شايف إن هو المدرب ده مع الوقت هيفيد النادي الأهلي، لأنه واضح إن هو عنده رؤية وجريء، مش فارق معاه هيفهم اللعيبة أكتر. اللعيبه شكلها عندها نوع من التراجع البدني، هيعالج المشكله دي مع الوقت. بس انا شايف ان الراجل ده عنده لمسه، عنده رؤيه. ليه؟ الاول بدا ب 4-3-3، اتكلم عمل التغييرات اللي احنا قلنا عليها بين الشوطين بنزول، شاف ان الفرقه عندها مشكله في العمق الهجومي، راح ساحب المهاجم شهاب ومنزل محمد رأفت، ونزل برده التغييره الثانيه كانت هشام مصطفى، هشام مصطفى لعيب وينج صانع العاب برضو، نزله وحولها ل 4-3-3 في بدايه الشوط الثاني، يعني بدا باحمد وحيد وكباكا في وسط الملعب، وبرضو انضم عليهم ابراهيم عادل ومحمد عبد الله وهشام مصطفى ومحمد رافض بعد خروج مين؟ يوسف عفيفي. في الربع ساعه الاخيره راح محول طريقه اللعب تعتبر 4-4-2 او 3-3 لما ابراهيم عادل، لان ابراهيم عادل كان بيميل يتحول لباك رايت، فممكن نعتبرها 4-4-2 بنزول حسام عادل ومحمد رأفت. فالمدرب اللي يسحب ظهير ايمن وينزل راس حربة تاني عشان يحط حسام عادل جنب محمد رأفت، ده مدرب عنده رؤية. المدرب اللي يسحب الظهيرين بصراحة الشوط الاول كانوا سيئين للامانة، الظهير الايمن مفيش اطراف خالص. لما نزل محمود لبيب ونزل ابراهيم عادل الشوط التاني النادي الاهلي بقى احسن نوعا ما، بس مش ده الاهلي اللي انا مستنيه، مش دي الفرقة. صح.
في 2005 لسه السنه اللي فاتت قدروا يحسموا بطوله الدوري قبل انتهاء بدري قوي. الدوري انا شايف 7-8 جولات يعني المدرب ماشي كويس، تغييراته كويس، عندها رؤيه، بس تحس ان القدرات البدنيه بتاعت اللعيبه مش مساعداه، الادوات او المكن مش شغال. مع التوليفه النهارده ما كسب الماتش ابراهيم عادل، ده ما يقعدش احتياطي، لازم يبقى اساسي ناحيه اليمين. خلاص انت احسن باك يمين موجود في الفرقه دي ابراهيم عادل. انا شايف ان محمود لبيب اللي نزل الشوط الثاني باك شمال كويس، عمل لك كذا عرضيه واوفر. راس الحربه انا شايف حسام عادل بدا يديك ملامح مع محمد رافت، دي كمان يا احمد شراسه هجوميه اللي كان مفتقدها في الشوط الاولاني. كانش في حد بيروح يضغط جامد على المدافعين، ما كانش حد عنده اصرار ان هو ياخد الكره ويعدي واحده على واحد ويروح. شفنا الكلام ده في الشوط الثاني، فزي ما انت قلت معلش انا يعني قطعتك. ممكن يا كابتن حشيش العذر الوحيد ان الكابتن حسن محمد لسه متولي من 3 اسابيع طبعا، فلسه مش عارف امكانيات اللعيبه، لكن هو ماشي والمستوى البدني بتاعهم زي ما احنا في 3 اسابيع لعب 4 مباريات قدر يفوز في ال4 مباريات طبعا. يعني هو ماشي مع الفريق بيكسب. عشان كده اسامه هو غير فعلا التكتيك والطريقه اكتر من مره نتيجه لقدرات اللعيبه البدنيه في الملعب وامكانياتهم. فدي ميزه كبيره الحقيقه فيه ان هو يقدر يغير، لان في مدربين بيبقى قاعد بيتفرج على الماتش برده ماشي بسيستم واحد على امل ان الاداء يتحسن. لا هو ما استناش لكده، هو عمل التغييرات في بدايه كمان الشوط الاولاني ما اخرش في التغييرات، ودي مهمه برده انه بدا على طول بتغييرات في الشوط الثاني، تغييرات الفرصه مؤثرة. دي من اهم فرص الشوط الثاني يا كابتن حشيش. دكتور ثابت هنا يعني هنا مين اللي عملها؟ هنا ابراهيم محمد عادل. ابراهيم عادل يعني نرجع بس للفرصه دي لنا. ارجع ثواني من بدايتها اللي اخترق اللي هو الظهير الايمن محمد عبد الله. محمد عبد الله بص عمل مشوار من اللعيبه الكويسه، محمد عبد الله ده يجي منه مع الوقت. محمد عبد الله لعيب سريع ومهاري وراح اهو، بص اللي جاي ده ابراهيم عادل كان بيلعب في بدايه الشوط الثاني ارتكاز ثالث. ايوه بالظبط، التكمله اللي كنا بنفتقدها اللي مفتقدها في وسط، يعني لما نزل لما خرج فارس خالد اللي هو كان صاحب الهدف الاول، دي تغييره مدرب جريء صحيح انه يخرج صاحب الهدف اللي جايب جون كويس صحيح. لا ونزل ابراهيم عادل في وسط الملعب عشان يعمل كثافه هجوميه، عشان يعمل كثافه هجوميه، وبعد كده لما حولها 4-4-2 راح محول ابراهيم عادل باك رايت. وقف هنا بقى يا دكتور لو سمحت، وقف هنا الزاويه فين المفتوحه هنا في شارع ناحيه اليمين على يمين الجون شارع يعني هو لو كان بص اكتر كان ممكن يبظيها برضو للاعيب اللي جنبه كان ممكن بس حتى ممكن احمد هو انت عارف السن ده برضو بيبقى قدام الجون عايز يخلص واخد القرار فكان ممكن في الناحيه الثانيه بطن رجل زي ما حطها برضو بس في الزاويه الثانيه قويه على يمين لان الزاويه دي فيها المساك كان واقف وفيها الجون، الناحيه الثانيه كانت فاضيه خالص. بس بصراحه المدافع برضو كل التحيه ليه على الروح دي ان هو شال الكره دي وهو نايم. لا مدافع برضو لا وكمان الحارس مع المدافع يعني واقفين في في الزاويه دي الزاويه الثانيه فاضيه خالص إيه كان عايز يبص في الزاويه الثانيه هو كان عايز يبص بس ابراهيم عادل عمل شوط ثاني ممتاز يعني طبعا. بدا في وسط الملعب في 4-3-3 وبعد كده تحول باك رايت يعني هو كان السبب في ضربه الجزاء. هات كمان لعبه ضربه الجزاء هتلاقي اللي جايبها ابراهيم عادل لما راح ناحيه اليمين الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها لما يبقى فريق بيلعب ب5-4-1 ومتكتل محتاج الظاهرين يتقدموا أيوة. فالمدرب شاف ان عنده مشكله في الحته دي فراح منزل ابراهيم عادل باك رايت اهو هو ده ابراهيم عادل عمل ركله الجزاء هو اللي تسبب فيها اصلا. انت عارف احمد كمان على الناحيه الثانيه يا كابتن حشيش ابراهيم عادل كان محمود لبيب لبيب عمل جبهه شمال ممتازه تمام. قدر يخترق فيها قدر يعمل كرات عرضيه كتير في الجبهه الشمال برضه الاطراف اشتغلت الاطراف اشتغلت في نفس الوقت برضه ده زي ما احنا هنا علامه النصر طبعا اللي بقت منتشره دي لقطه المباراه طبعا لقطه يعني المباراه منتشره في الملاعب المصريه كلها بصفه عامه مش كبار وبس يعني كبار وصغارين بصراحه دي لقطه المباراه ربنا يعني ينصرهم دي لقطه المباراه الصراحه يعني دي احلى حاجه في المباراه دايما المصريين يعني من سنه 48 متضامنين مع القضيه الفلسطينيه طبعا. ودور دور اساسي مصر واهلها مع القضيه الفلسطينيه. عايزين نقول كويس ان برضو الشباب الصغير في السن ده متابع برضو الاحداث ومتعاطف مع القضيه ودي حاجه كويسه برضو دي ثقافه كويسه بالنسبه للعيبه. عايز اقول بس نقطه ان زي ما احنا دايما بنقول ان الحيويه والنشاط اسامه بتبقى عدوى لما بينزل لعيبه متنحرره وبتاع بتخلي لو في واحد مكسل حواليك طبعا بيبتدي يتعدي منك يعني. طب نروح لملعب المباراه زميلنا محمد توفيق وفي لقاءات ما بعد المباراه. تحياتي ليك يا توفيق وتفضل.
من جديد برحب بيك كابتن اسامه وضيفك الكرام جمهور النادي الاهلي في كل مكان، الف مبروك الفوز واضافه 3 نقاط جديده ان شاء الله تكون يعني متساعد الفريق في مشوار البطوله وباذن الله يحسمها في النهايه. معانا عقب اللقاء كابتن حسن محمد المدير الفني للفريق. كابتن حسن الف مبروك الفوز، يمكن المباراه صعبه النهارده، البدايه ما كانتش احسن حاجه، يمكن هدف مباغت على عكس سير المباراه، ولكن الحمد لله قدرتوا تتعاملوا مع المباراه وخرجتوا بالنتيجه اللي انتوا عايزينها في الاخر والفوز. الحمد لله رب العالمين. اولا بشكر ربنا، وثانيا برحب بالكابتن اسامه حسني ونجومه الكبار في الاستوديو كابتن محمد حشيش والدكتور احمد. الحمد لله، يعني انا بطبعي ما بحبش اشتكي، بشتغل في اي ظروف واي مواقف، ولكن احنا عندنا مواقف صعبه جدا. احنا من بعد ماتش فاركو حوالي اخر 7 ايام الفرقه ما اتجمعتش غير امبارح، عندنا بعض من العناصر موجوده في تجمعات المنتخب، بعض من العناصر موجوده مع الفريق الاول، اللعيبه ما اتجمعتش غير امبارح، فالحمد لله بنشتغل. عندنا هدف الفتره دي ان احنا نقدر ناخد ال3 بونت في كل مباراه. الاداء مش افضل حاجه واحنا كلنا متفقين على كده، ولكن في الوقت الحالي انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعدل من وضعيه الفريق في الجدول، لان وضعيه الفريق في الجدول هي دي اللي عامله نوع من انواع الاستريس على اللعيبه. دايما لعيبه النادي الاهلي متعوده لما تبص على جدول الترتيب ما بتشوفش النادي الاهلي غير في المركز الاول، فكره ان النادي الاهلي مش موجود في المركز الاول دي عامله علينا ضغوطات انا بحاول ارفعها من على اللعيبه، وفي نفس الوقت ان احنا ان شاء الله نقدر نطلع بال3 بونت من كل مباراه بحيث ان احنا نروح لمكاننا الطبيعي في اقرب وقت، ساعتها الامور كلها ان شاء الله هترجع افضل مما احنا بنتمنى ان شاء الله. كابتن حسن، يمكن كابتن اسامه حسني وضيوفه في الاستوديو يمكن اشادوا بالتغييرات وان هي غيرت من شكل الفريق، ويمكن يمكن كابتن حشيش كمان انا سامعه وقف قبل ما نخش على طول معاهم قال ان اللعيب اللي نازل من بره متنحرر، فنحرر حتى اللعيبه يمكن كان في كسل شويه في الملعب. طبعا كلام محترم جدا، وانا دايما بقول للعيبتي انا ببدا المباراه بانسب 11 مش بافضل 11، انا دايما افضل لعيبه عندي بتبقى قاعده على الدكه، ايا كان اللعيب اللي قاعد على الدكه دايما هو افضل من اللي موجود في الملعب، علشان تبقى اللعيبه عارفه ان ما عنديش اساسي واحتياطي، ولكن كل مباراه وليها انسب تشكيل من وجهه نظرنا، علشان كده دايما بنطلب من اللعيبه اللي بتنزل ان هي يبقى ليها بصمه. والنهارده الحمد لله يمكن كنا هنغير من اخر 10 دقائق في الشوط الاول، يعني لولا ان ربنا اكرمنا وجبنا التعادل قبل نهايه الشوط فما رضيناش نخسر توقف، ولكن الحمد لله من بدايه الشوط الثاني الامور كان فيها شكل افضل، برضو تكتل فرقه المحله وان هي كمان تدخل في الجيم من بدري وتجيب جون وتدخل معاك في الجيم، الكلام ده كله صعب الامور شويه، ولكن الحمد لله اللعيبه برضو كان عندها اصرار وكان عندها رغبه ان احنا نقدر نشتغل ونطلع بال3 بونت، وده اللي يهمني الفتره دي، علشان زي ما بقول لحضرتك لازم النادي الاهلي يرجع لمكانته تاني في صداره الجدول، وباذن الله باذن الله الموضوع هيبقى موضوع وقت مش اكتر. يا توفيق. حسن اخيرا برضو في جزئيه التغييرات، هل التغييرات كانت معاك يا كابتن اسامه؟ اتفضل. عايز يعني الاول ببارك للكابتن حسن على نتيجه المباراه في فتره قصيره، يعني بيفوز في ال4 مباريات، لكن عايز اشيد بيه في قرار النهارده رغم خطا حازم جمال وهو خطا ساذج، لكن يعني انه ابقى عليه في المباراه وهو من الحراس المميزين، يعني ده قرار يحسب ليه انه بيكسبه للفتره اللي جايه ايضا. يعني كابتن اسامه بشد بحضرتك وبقول لك خلال فتره قليله قدرت تحقق نتائج اكثر من رائعه مع الفريق بفوز في 4 مباريات، والنهارده كمان بيشيد يعني بحضرتك ان برغم خطا حازم جمال وهو من الحراس طبعا الواعدين، ولكن حضرتك ابقيت عليه للاستفاده منه في المباراه القادمه، خاصه ان هو حارس من الحراس الكبار اللي مستنيين مستقبل كبير ان شاء الله. اولا حازم جمال ده ان شاء الله يبقى مستقبل مصر، فكره ان انا يبقى عندي لعيب بيغلط ان انا اعاقبه واطلعه من الملعب دي مش موجوده في مدرستي خالص ولا في فلسفتي خالص، انا دايما ممكن اجي على اللعيب بتاعي لو هو في افضل حالاته، لكن طول ما اللعيب بتاعي معنويا بحس ان هو محتاج دعم لازم ابقى في ظهره وابقى سبورت، لان هو ده في الاخر اللي هيكسبني. حازم النهارده ممكن يكون مش موفق في كوره، ولكن في نهايه المباراه النهارده واحد من اسباب المحافظه على النتيجه. ما يخص باقي التغييرات وباقي اللعيبه بشكرهم النهارده على ادائهم. الجزئيه اللي انا بتكلم فيها الجزئيه المهمه، الحمد لله احنا من ساعه ما تولينا المسؤوليه حوالي 4 ماتشات انا بتكلم في 11 نقطه لحد دلوقتي، يمكن في ادنى نقطه مع فاركو في اسكندريه. الجزئيه دي بالنسبه لي مهمه ان احنا نقدر نبني عليها ثقه اكبر واكبر مع اللعيبه، حته استمراريه المكسب دي اللي احنا بندور عليها الفتره دي، علشان نقدر نروح بالفرقه ان شاء الله. هفضل اقول الجمله دي دايما، كل ما بنبص للجدول ما نلاقيش النادي الاهلي موجود في
المركز الاول، ده بيعمل علينا ضغوطات، ولكن احنا دايما بنحاول نرفع الضغوطات من على اللعيبه، لان في ناس بتقدر تستحمل الضغوطات وفي ناس ما بتقدرش. لكن اسمح لي برضو في الاخر عايز اشكر الجهاز المعاون، وعايز اشكر باقي اللعيبه اللي ما نزلتش النهارده، كان ليها دور وكانت بتشتغل بقلب وكان ليها يعني دور كبير جدا على مدار الاسبوع. بشكر اداره القطاع، كابتن وليد، كابتن بدري، كابتن شوقي، كابتن ناجي، كابتن ابراهيم عبد العزيز، الناس بصراحه موفرين لنا كل الدعم في كل الاتجاهات. ان شاء الله بنتمنى من ربنا ان اللي جاي يكون افضل وافضل، ودايما فرق النادي الاهلي كلها ان شاء الله تكون في المقدمه ان شاء الله باذن الله. معك كابتن اسامه. كابتن محمد حشيش برضو، يعني برضو خد حضرتك تسمعه معانا. كابتن حشيش مع حضرتك، عايز يبارك لك ويشيد كمان يعني معاك مع حضرتك كابتن حشيش. مبروك يا ابو علي. ازي حضرتك؟ ألف مبروك وبحييك طبعا. أنا عارفك طبعا كويس ومتابعك من زمان، أنت مدرب كويس وأنت مكسب للنادي الأهلي طبعا، وإن شاء الله هتبان يعني بصماتك لأن أنت لسه ماسك الفريق، هتعدل حاجات كتير. بس بحييك النهارده على المرونة التكتيكية اللي أنت لعبت بأكتر من طريقة على حسب سير المباراة، على حسب إمكانيات البدنية بتاع طبعا اللعيبة اللي موجودة معاك. وطلع كلام فعلا أكيد إن في لعيبة بعيدة عن التمرين بقالها فترة، فانا متوقع ان شاء الله باذن الله، وانا عارف انت بتلعب دايما على في كل مباراتك على المكسب، فانا بحييك على ده، وان شاء الله باذن الله هنشوف فعلا بصماتك بقى على الفريق الفتره اللي جايه. يعني بشكر حضرتك يا كابتن محمد، ودي اشاده طبعا شرف لينا، واحنا طبعا بنتشرف ان احنا واحد من ولاد النادي الاهلي، تعودنا وتربينا على المكسب، وان احنا باذن الله دايما النادي الاهلي يبقى موجود في افضل مكانه ودايما في المقدمه. بشكر حضرتك على الدعم وعلى المسانده، وان شاء الله باذن الله بنوعد حضراتكم ان اللي جاي ان شاء الله لفرقه النادي الاهلي هيكون افضل وافضل ان شاء الله. شكرا يا كابتن محمد، تحياتي للكابتن اسامه والدكتور احمد. الدكتور ثابت عايز برضه يشاركنا الحوار يا كابتن حسن، اتفضل يا دكتور ثابت. الاول احب احيي حضرتك على التغييرات الرائعه النهارده، يمكن حضرتك بدات بال 4 3 3 ومع بدايه الشوط الثاني 4 3 3 وحولتها في الاخر 4 4 2. توظيف ابراهيم عادل ان هو يبدا في بدايه الشوط الثاني ارتكاز ثالث، وبعدين تروح حضرتك حولته باك رايت. اعتقد ان ابراهيم عادل النهارده كان اضافه في حته الباك رايت. بس عندي نقطه ان هي هل في نقطه التراجع البدني شويه عند اللعيبه هي مش مساعده حضرتك شويه؟ لكن شايف ان التغييرات والشخصيه، حتى تغيير باك رايت وتنزل راس حربه، يعني تخرج يوسف جمال وتنزل حسام عادل اثنين راس حربه، دي تغييرات بصراحه مدرب جريء على الهواء. فانا بقول لحضرتك لكن حاسس ان الحاله البدنيه بتاعه اللعيبه محتاجه تطوير في الفتره الجايه. بشكر حضرتك يا دكتور احمد. يعني حضرتك ايه يعني لمست قلب الحقيقه زي ما بنقول. فعلا احنا عندنا يعني حته النواحي البدنيه دي احنا شغالين عليها الفتره البسيطه اللي فاتت، وان شاء الله الفتره اللي جايه هنطور فيها اكتر بشكل يعني يسمح لنا ان احنا نقدر ننهي الجيم زي ما بنبدا. ولكن تغيير حسام ان احنا نشتغل بفرودين، يعني بشكر حضرتك طبعا على الاشاده بيها، الحمد لله توفيق ربنا. يمكن كان لينا اكتر من سيناريو قبل الماتش ما يبدا، لو اللي ربنا اكرمنا من بدري والامور اتحسنت، او لا قدر الله المكسب اتاخر، او لو رحنا لل20 دقيقه الاخيره والنتيجه مش لصالحنا، ازاي نقدر نطور وازاي نقدر نشتغل. والحمد لله توفيق ربنا قبل كل شيء كان سبب رئيسي في ان احنا نطلع بالثلاثه بونت، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اشكرك يا كابتن حسن، لك التوفيق، وباذن الله القادم كمان يكون افضل للفريق باذن الله. بشكر حضرتك، وتحياتي للكابتن اسامه والكابتن محمد حشيش والدكتور احمد، وان شاء الله كده كل الدعم لكل فرق النادي الاهلي، ومزيد من الانتصارات ان شاء الله لكل فرق القطاع ان شاء الله. شكرا كابتن اسامه. ده كان لقاءنا مع كابتن حسن محمد، مكملين لقاءاتنا وكمان لاعبي النادي الاهلي اللي كانوا نجوم النهارده، ويمكن البدايه مع ابراهيم حسن. يعني ابراهيم الف مبروك الفوز النهارده، اداء اكثر من رائع. يعني كلمني بقى عن اهم التعليمات اللي خدتها وانت نازل كمان من كابتن حسن. طبعا الحمد لله على الفوز النهارده، فوز مهم في وقت صعب. بنشكر ربنا الاول على الفوز واللعيبه كلها والجهاز، ان احنا اللعيبه كلها كانت رجاله من اول دقيقه. اي نعم الماتش دخل فينا جون في اول الماتش ما كناش عاملين حسابه، بس الحمد لله في الشوط الاولاني قدرنا نعوض، والحمد لله بقى كسبنا الماتش.
كابتن حسن بقى قال لك ايه وانت نازل، خاصه ان الفريق كان 1-1 وكان الماتش مقفول شويه؟ لا طبعا قال لي انزل وركز والعب عادي، العب لعبك، انت لعيب كبير. ودايما كابتن حسن اي حد بيكلمه، اي حد بيكون نازل بيتكلم معاه بطريقه ايجابيه وبيشجع اللعيبه كلها، وده اللي حصل الحمد لله. نزلنا اللعيبه كلها ادت بشكل كويس. شكرا ابراهيم، ودايما موفق باذن الله. كملين كابتن اسامه لقاءاتنا، ومعانا احمد عابدين مدافع الفريق والناس اللي كان لها دور مهم جدا في الفريق النهارده. يعني احمد الف مبروك الفوز، مباراه صعبه ولكن الحمد لله يعني قدرتوا تعدوا بيها البر الامان. طبعا الاول بشكر كل اللي في الاستوديو اللي اختاروني ان انا اتكلم. طبعا بقول الحمد لله، النهارده كان ماتش رخم، وبالذات اللي احنا دخل فينا جون في الاول فاجئنا كلنا، بس الحمد لله الفرقه كانت كويسه واللعيبه كانت رجاله، اللي هنعوض ونجيب جونين ونعوض الماتش الحمد لله. يعني كابتن حسن اول ما الماتش خلص على طول كان حريص انه يقعد معاكم ويكون في جلسه على طول في ارض الملعب، يعني اهم الكلام اللي قاله لكم خلال هذه الجلسه. اللي احنا الاداء دلوقتي مش احسن حاجه لينا، واللي احنا عندنا احسن من كده بكتير، وان كل نقطه بننقصها دلوقتي يعني كبيره قوي بالنسبه لنا. احنا يعني عايزين في الماتش نكسب 4 نقط بدل 3 عشان احنا متاخرين، وعايزين نعوض لمكاننا العادي يعني اللي احنا متعودين عليه اللي هو المركز الاول. شكرا يا احمد، ودايما موافقين باذن الله. كابتن اسامه، يمكن نختتم لقاءاتنا بقى بواحد من نجوم المباراه النهارده وصاحب الهدف الثاني، احمد خالد كباكا. يعني كباكا الف مبروك الفوز والهدف كمان، النهارده كان ليك دور مهم جدا، قياده وسط الملعب، كنت بتتكلم كتير مع زملائك، يعني كلمني بقى عن سير المباراه وادائك فيها، خاصه المباراه كانت صعبه كتير جدا النهارده. الله يبارك في حضرتك. الاول الحمد لله الشكر يا رب اللي احنا كسبنا، الحمد بشكر الجهاز، بشكر اللعبه كلها اللي نزلت واللي طلعت واللي كانت بره السكور. الحمد لله الماتش الاول اللي اتصعب بجون مباغت لينا، بعد كده الحمد لله اتمسكنا يعني وجبنا جون التعادل، كان مهم جدا نجيب الجون قبل الشوط الاول ما يخلص، والحمد لله ربنا كافينا وكرمنا في الاخر اللي احنا جبنا ضربه جزاء الحمد لله. يعني كباكا كنت بسمعكم دايما بتتكلموا مع بعض في الملعب، كان صوتكم حتى عالي، وصلنا في المدرجات بتكلموا وتقولوا بعض، بتشدوا بعض ازاي؟ احنا كنا بنتكلم اللي احنا نلعب لعبنا ما نتاثرش بالجون اللي دخل فينا، احنا شخصيه النادي الاهلي، احنا النادي الاهلي نفرض شخصيتنا على قد اي حد وبس. اللي جاي ان شاء الله بقى جمهور النادي الاهلي بيتفرج عليكم، يمكن قناه النادي الاهلي زعت لكم مباراه بلديه المحله والنهارده كمان غزل المحله، هتقولوا للجمهور ده الفتره الجايه ان شاء الله؟ طبعا بنوعدهم اللي احنا ان شاء الله ناخد الدوري زي ما خدناه السنه اللي فاتت، وان شاء الله اهم حاجه احنا بنعمله اللعيبه الفرقه دي تفرز لعيبه للفريق الاول، وان شاء الله اكبر عدد يروح للفريق الاول ان شاء الله. شكرا يا احمد، بالتوفيق اللي جاي ان شاء الله. كابتن اسامه، دي كانت لقاءاتنا هنا من النادي الاهلي بمدينه نصر عقب مباراه الاهلي وغزل المحله، فوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف واحد، ان شاء الله النادي الاهلي موفق وباذن الله الفرقه تحقق طموحها، اكبر عدد يكون في الفريق الاول، وكمان باذن الله يحصدوا بطوله الدوري وكل العام الثاني على التوالي. كما كابتن اسامه اتفضل. بنشكرك يا توفيق، شكرا جزيلا، متالق كالعاده. نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل هنستكمل تحليلنا الفني لمباراه الاهلي مع غزل المحله مع ضيوف الكرام الكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن حشيش، حازم جمال حارس مرمى النادي الاهلي النهارده اخطا خطا، يعني خطا كبير، وهو حارس موهوب، حارس اساسي ولعب تواجد في منتخب مصر في مدارس في التدريب، بعد الخطا ده ممكن المدرب يغيره وقتها، وفي مدرب ممكن يستنى بين الشوطين ويخرجه، لكن الكابتن حسن النهارده يعني عمل حركه ذكيه، الابقاء عليه رغم الخطا دوت، لكن يعني بيكسب لاعب طبعا، رغم ان هو ممكن يخسر مباراه لكن في النهايه بيكسب لاعب او يكسب حارس مرمى بالاصح. يعني عايزين نقول اسامه ان الخطا وارد، يعني اكبر لعيبه واكبر حراس في العالم بتخطا اخطاء زي كده والعب من كده يعني. المراحل دي كلها بتاع الناشئين مراحل تعليميه، لسه بيتعلم وبياخد خبرات ويكتسب. صعب قوي ان المدرب عشان لعيب يعني غلط غلطه زي دي يطلعه، يبقى كده بيخسره تماما. لان كده بيكبر له الغلط بتاعه. انما لما يعني ما حسوش بدي وخليه لسه في الملعب، والحمد لله النتيجه بقت تعدلت وكسبنا وماتش مكسب، العمليه يعني بتعدي. ممكن هو بعد كده بقى مع مدرب حراس المرمى يبتدي بقى يتكلم معاه بعد الماتش بقى ان انت في غلط، لك لازم تركز في الكره اكتر من كده. الغلط وارد وكل حاجه، بس محتاجه نوع من انواع التركيز. انما انا مع المدرسه اللي هي لازم يخليه في الملعب والملعب يستمر. وهو كان كويس على فكره في بعض الكرات، جاب كره من الضيقه كانت صعبه قوي، بدا يستعيد كل مره تاني. كل ده تعليم، والدنيا كلها بتغلط يعني. دكتور ثابت، عايزين نحل الاهداف مع بعض. ده الهدف الاول، نرجع تاني بالهدف الاول للمحله، عايز احلل الثلاث اهداف، نشوف ايه الاخطاء بتاعه النادي الاهلي برضو في التمركزات، وبرضو الاهداف النادي الاهلي هنحللها. ده الهدف الاول. وقف بس ثواني، ارجع واحدة. ثواني. ارجع ثواني ووقف. بص، اولا التشتيت من احمد عابدين
الكره الثانيه خدوها على طول هنا مفيش ضغط. يعني احمد عبدين شاطت غلط. الحاجه الثانيه الضغط متاخر قوي من يوسف جمال ومن وسط الملعب. وطبعا عبدين لما عبد الله بستانجي المهاجم جرى في المساحه، يعني هي حتى لو ما راحتش للجون هي راحه انفراد. هي حتى لو ما راحتش للجون رجعها بس ثواني، ارجع ثانيه واحده استاذ محمد، ارجع كمان 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 بس وقف هنا، لازم المساك يكمل. حتى لو ما راحتش للجون كانت انفراد. هنا المساحه الفجوه ما بين عبد الله بستانجي وما بين احمد عبدين، لان انت اولا المدافع مرر غلط، ثانيا الكره الثانيه، ثانيا ما فيش ضغط على في وسط الملعب وفي فجوه، غير بقى ده كله خطا من حارس المرمى سهل متسرع زي ما حضرتك قلت، بيفكر في ان انا همسك الكره الاول وبعدين امرر قبل ما امسكها فتسرع، وبالتالي قدر ان هو ايه تدخل فينا هدف. فده خطا غير طبعا 70% من حرس او 90% من حرس المرمى والباقي من المنظومه الدفاعيه بتاعه النادي الاهلي. عايز اقول حاجه في ده درس للمدافعين، دايما المدافع ما يبقاش يعني كل النهارده رغم يا كابتن حشيش ان الخطا وقع على حارس المرمى بنسبه 100% تمام، لكن برضو في تمركزات دفاعيه لازم تبقى افضل مليون من كده. في المية اصعب حاجه في الدنيا ان انت كمدافع تبقى باصص بس للكوره ومش باصص للمنافس. لان انت الف به المساك، انت دايما عينك على، دايما يقولوا لنا من زمان كده، عينك على الراجل بتاعك اللي انت ماسكه بغض النظر بقى الكوره فين، لان زي ما اتلعبت واتقطعت طبعا هو احمد عبدين كان لازم المفروض يطلعها اجمد من كده نص ملعب الثاني، عشان حتى لو راحت للمنافس لسه هيبدا هجمه يكون اتعدلت التمركزات. انما اتقطعت في حته قريبه وكان المدافعين تلقائي ان هم لما الكره بتتشتت او بتطلع بيطلعوا ورا الكوره. بس طلع ورا الكوره ما بصش برده المساك، ما بصش للمهاجم بتاعه، لازم يبقى قريب منه في جميع الاحوال، لان الخطا وارد في كل حاجه. زي ما حصل اتقطعت في القريب واتلعبت لواحد كان ممكن يروح للجون، لو اتلعبت له صح كان هيبقى انفراد بغض النظر عن الخطا بتاع الحارس، كان ممكن تبقى انفراد وتيجي هدف من غير خطا يعني. فدايما المدافعين يبقى عينه على الراجل بتاعه او المان بتاعه يعني. الهدف الثاني للنادي الاهلي ده كان هدف تصحيح الاوضاع او هدف التعادل، كان في الدقيقه 38 عن طريق لاعب فارس خالد. اولا الجون نرجع بقى نجيبه من الاول، معلش نمشي ببطء بس وقف هنا. اولا اللامركزيه، بص ماشي ماشي كمان كمان بس وقف وقف، بص هنا تحرك محمد مين، عبد الله اللي هو الجناح اليمين رايح يخش لجوه. وكباكا لما هو دخل لجوه كباكا بيفتح لبره، كباكا اللي هو لعيب وسط ملعب، فوسط الملعب ده بيباظ اهو، هيباظ لمين؟ لعبد الله. عبد الله اللي هو الجناح اليمين دخل لجوه زي ما احنا شايفين كده وبيستلم، فدي اللامركزيه اللي بنتكلم فيها. بعد كده هنا وقف ماشي 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 وقف بقى، بص هنا وقف، بص النظره اللي بصها فارس خالد على المدافع. عمل نظره سكان الاول ولف بجسمه، قدر ان هو يضحك على المدافع ويلف بيه ويشوط. اللفه هي سر جمال الجول. اللفه. ثانيا التوجيه والتسديده من بعيد، فارس خالد مميز بالتسديد ده. ده الهدف الثالث لفارس خالد السنه دي في الدوري. ارجع لنا تاني لو سمحت يا دكتور بص على تحرك ايضا الباك ليفت طارق فوزي. شفت هنا اول ما استلم بص القطعه عشان يبدا ياخد في ظهر المهاجم اللي نازل فارس خالد. بص تحرك، دي تحركات بدون كره بتبقى مهمه للعيبه. صحيح. لكل اللعيبه عشان تقدر تخلق. النهارده احنا قلنا 5 4 1 هيبقى هتلاقي في تكتلات دفاعيه، الشغل بقى التحركات، لكن فارس خالد بمهاره التسديد اللي حضراتكم قلتوا عليها وسع لنفسه كويس قوي قوي. فكره هو بص على المدافع جاي له من انهي اتجاه، جاي له من ناحيه اليمين، خده على العكسيه عشان يخرجه بره الكوره خالص، وبالتالي وسع لنفسه وخد قرار الشوط. ده هدف يعني الهدف الاحلى. هم بيلعبوا بخمسه ورا باين قوي في الصوره دي حتى. فسلاح التسديد من مسافات دايما بيفك اي تكتل. انا عجبني كمان يا احمد كباكا قاسم مشترك في كل كوره بتتنقل من هنا لهنا. يعني هو رمانه الميزان في الحته دي. بس يمكن الشوط الاولاني كان نص الملعب اللي حواليه ما كانوش مساعدينه في الحته دي، انما هو من طبيعته بيكمل وبيلعب مع رؤوس الحربه ومع الاطراف يعني. الهدف الثالث حلاوه الهدف في توقيت الهدف في الدقيقه 83 الشخصيه بقى النهارده كباكا هو داخل يسدد. صح. انت النهارده الهدف ده انت هدف الفوز بتاع فرقتك. صحيح. فخلاص انت يعني فاضل 5 زاوية المباراه تنتهي، فانت النهارده مش فرصه للتعويض. النهارده الثقه بقى والشخصيه اللاعب، والنهارده توقيت الهدف برضو يعني هدف من الاهداف الحلوه، التسديده فيها قوه على يمين حارس المرمى.
التحرك التحرك كمان اللي جابه ابراهيم عادل. ايوه وقف هنا وقف، بص التحرك، ارجع بس ثواني ارجع بيها ورا. بتكلم على قبل التسديده. قبل التسديده هنا هنا دور المدرب. ما هو المدرب بدا بابراهيم عادل في وسط الملعب وبعد كده وداه باك رايت لما شاف ان يوسف جمال ما بيتقدمش خالص وما بيعملش جبهه هجوميه قويه، نزل ابراهيم عادل وداه هو في الجبهه دي كمل. بص هنا لما بيعمل لك جبهه اتلعبت له على طول، قدر ان هو يحصل منها على ركله الجزاء. فده برده دور للمدرب وتكتيك من المدرب. ابراهيم عادل فيه ميزه كمان، ان هو دايما اما الكره بتجي له او كره بتبقى مع زميله بيبقى رايح على الجول. هو رايح على الجول، عايز يطلع على يعني انت فاهم ازاي، رايح كويس قوي، واخد قراره انه رايح على الجول. فدي مهمه جدا جدا، بيسهل كمان على زميله انها يحطها له. يعني احلى حاجه بقى في الهدف الاحتفال ده بصراحه. طبعا الاحتفال هو لقطه المباراه. طبعا فلسطين كل الدعم. يعني التسديد سددها بشكل كويس يا كابتن حشيش. سددها كويس، وهو يعني في مدارس برده في ضربه الجزاء في لعيبه بتستنى تشوف اتجاه الجون رايح فين وتحطها في العكس. دي ساعات بتبقى فيها اخطاء كتير جدا، لان انت ممكن حارس المرمى يعمل تمويه انه راح على زاويه وراح على الزاويه الثانيه، فاللي بيلعب على تحركات الحارس ممكن تصيب وتخيب. انما انت في المسافه القريبه لضربه الجزاء انت بتبقى حاطط قرار في دماغك ان انت هتحطها وتحطها بقوه، حتى لو الجون راح معاها زي الكره دي، حتى لو راح معاها مش هيلحقها لانها بتبقى قويه. حارس المحل مميز قوي على فكره. طبعا حارس المحل عمل ماتش كويس وكان حتى هيتصدى ليها يعني. بس احمد خالد كباكا من اللعيبه اللي عندها شخصيه الاهلي الصراحه. عايز برضو اشيد فارس خالد، هو تم تغييره ما بين الشوطين، احرز هدف في الشوط الاول، هدف رائع. ما اعرفش الكابتن حسن محمد يعني سبب التغيير ايه، هل ممكن يكون في اصابه في الشوط الاول؟ دي التغييره الوحيده اللي ممكن بصراحه يعني ما نتفقش مع المدرب فيها قوي. فارس خالد خاصه هو ممكن هو عمل تمريرات كتير غلط الشوط الاول، يعني هو كان واضح ان هو كان عايز يغيره من قبل ما النادي الاهلي يجيب التعادل. بس خلاص طالما دخل، يعني طالما دخل وجاب جون ودخل الماتش كان ممكن يفضل ويخرج مثلا واحد فيهم. هي وجهه نظر. هي وجهه نظر المدرب بيبقى ادرى برده بالفكر اللي عايز يعمله في الملعب. ممكن يكون مصاب بقى او حاجه، فممكن يكون حاسس انه بقى مجهد قوي يعني في دي حاجات بقى في الملعب نفسه. يعني الجبهه بتاعت محمد عبد الله وابراهيم عادل دي لو استمرت هيعملوا جبهه حلوه ناحيه اليمين. وبعدين برضو قبل ضربه الجزاء دي لو نجيبها تاني او سما، يعني لو نجيبها تاني دي، بص كام واحد رايح، بص ادي ثلاثه، واحد رايح واحد في الناحيه الثانيه. صح. فدي برضو وكباكا زي ما حضرتك قلت يا كابتن محمد بيلمس كل كوره، خلاص المشترك في كل كوره. بص كام لعيب غير الزياده العدديه جوه المنطقه. طبعا مهمه جدا جدا، لانك بتلخبط المدافعين. انت واحد داخل من العمق زي ابراهيم عادل والناحيه الثانيه ناحيه الشمال، فبيبقى المدافع عينه على اكتر من اتجاه. صح. فانما لما يكون واحد او اثنين خلاص هم عارفين ده رايح هنا وده رايح هنا. يعني في نقطه كمان، نقطه حازم جمال الحارس. حازم جمال زي ما احنا قلنا ان هو تسبب في الهدف، كان ليه كوره صدها كانت انفراد بالظبط اللي هي حولت الماتش، كان ممكن يبقى 2-1 للمحله، اتحولت ل 2-1 للنادي الاهلي. كانت صعبه لو نقدر نجيبها الكره دي، كانت انفراد في الشوط الثاني. عايزين الكره، سمحت ذكروا لي الكره اللي في الشوط الثاني اللي تصدى ليها حازم جمال. كانت انفراد من ناحيه الشمال، دي حتى اتكلم عليها المدرب، تصدى ليها برده بشكل مميز. صح اتكلم عليها. ايه رايكم في احمد وحيد النهارده؟ احمد وحيد الارتكاز رقم 6 النهارده عمل مجهود كبير. انا عجبني في الشوط الثاني اكتر. يعني كان في الشوط الاولاني برضو ايه، كنت حسيت حتى انا اتكلمت مع احمد قلت له حتى بيروح يحلق ما بيروحش. الشوط الثاني لما اتغيرت الطريقه وبقى بيلعبوا بثلاثه ورا قدامهم، هو واقف عمل ارتكاز كويس قوي في الحته دي، بياخد من المدافعين ويلعب، الريتم بقى اسرع بالنسبه له. انا عجبني في الشوط الثاني. الفرق ايه؟ الفرق في الريتم، السرعه. يعني لما الريتم الشوط الاول كان بطيء شويه، كان بينزل بين الاثنين المساكين نقعد نباصي بقى في ساعه بقى بصراحه. الشوط الثاني لما الريتم بقى اسرع الشكل بقى احسن. خلي بالك لما بنتكلم على اداء اللعيبه الشوط الثاني الشكل تحسن. واحد برضو من اللي اضاف الشوط الثاني محمد عبد الله. محمد عبد الله ورقه رابحه للنادي الاهلي، قدر يعني حتى شفنا في الهدف اللي جابه خالد فارس خالد هو اللي عامل الاسيست، وشفنا كمان في الكره اللي صنعها لابراهيم عادل. ابراهيم عادل عمل ماتش كويس. اجاد النهارده بشكل كبير. واصراره هو دايما من اللعيبه اللي انا بحس دايما من خلال المشاهدات ان بيبقى برضو تفكيره في التصويب كتير. يمكن النهارده ما كانش فيه فرصه، انما هو دايما بيصوب وعنده رجله الشمال قويه ومظبوطه، بس النهارده ما يعني ما كانش فيه فرصه نتيجه للتكتل الدفاعي. انما شفته في ماتشات قبل كده لا بيعدل وبيشوط، وده برضو يعني بتبقى حلول وحلول مهمه جدا للعيب اللي دايما حاطط دماغه في التصويب. يعني اخيرا يا كابتن حشيش،
رجل المباراة من وجهة نظرك؟ أنا بقول كبار. مستواه من الدقيقة الأولانية لآخر الماتش ثابت، وخاصة مشترك في اللعب وتحركات اللعيبة. دكتور ثابت؟ هديها لإبراهيم عادل. إبراهيم عادل. بدأ تغييرته غيرت الماتش. هي دي يعني اللقطة اللي اتصدى ليها حازم جمال. برضه زي ما اخطا في الهدف الاول زي ما بنشيد بيه في قدر يصنع الفارق يعني انفراد، شال انفراد حول النتيجه برضه زي ما اخطا، قدر ان هو يرجع الفرقه تاني. واللقطه دي كانت النتيجه ما زالت 1-1 والشوط الثاني، فدي برضه بنشيد بحزم. انا هديها لابراهيم عادل. ليه ابراهيم عادل؟ ابراهيم عادل لما نزل مع في الشوط الثاني عمل جابها في اولا، لعب في وسط الملعب، وبعد كده لما راح ناحيه اليمين عمل اللي كان ناقصنا التوغل بصراحه. يعني انا شايف ان هو بصراحه ما يقعدش احتياطي ناحيه اليمين، ابراهيم عادل تحديدا هو احسن باك يمين في فرقه 2005 جدا. وجوكر بيلعب في اكتر من مكان. لا استنى انت قول رايك. دي لقطه ثانيه يا كابتن. استنى بص يعني حازم جمال برضو عايزين نفوقه عشان نكسبه. ما تفلتش مننا بس قول لنا برضو انت رايك. بص اللقطه دي، بص الكره دي دي اصعب كمان، دي في الكره الضيقه كره صعبه، دي اللي انا قلت عليها انه جاب كره من حته ضيقه قوي يعني. برضو بنشيد بحازم جمال وبنقول له يعني غلطة الشاطر بإيه؟ غلطة الشاطر بألف يعني. بألف. أنت بقى مين تقول بقى أحسن أنا رجل مباراة؟ أنا بتفق معاكم. أحمد خالد كباكا كان واحد من نجوم المباراة. إبراهيم عادل وأيضا كابتن حسن محمد النهاردة. صحيح. فضل تغييرات الشوط الثاني قدر يغير شكل المباراة، قدر يعود بعد تأخر النادي الأهلي بهدف، قدر يرجع بالتعادل وبعد كده بالفوز بركله الجزاء احمد خالد كباكا. فمن نجوم المباراه ايضا الكابتن حسن محمد مع احمد خالد كباكا وايضا مع ابراهيم عادل. كابتن حشيش قبل ما ننهي حلقتنا النهارده، بكره مباراه مهمه مرتقبه الاهلي وسان داونز. تمام. بدات بقى حرب التصريحات، مدرب سان داونز تصريحات بعد شكوى النادي الاهلي للتحكيم، وشفنا التحكيم واضح للجميع. النادي الاهلي يعني ما تضررش من المباراه السابقه بس، ده انت شفت مباراه السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائر وقت جزاء صحيحه، ايضا مباراه سيمبا، مباراه سان داونز. فبدات الحرب وبدات المباراه تتنقل من داخل الملعب لخارج الملعب دلوقتي. هو مدرب ذكي طبعا تصريحاته. هو بيخفف الضغط عن الحكم اللي هو بتاع مباراه بكره. عايز يفهمه يعني انت ما تجيش ان احنا الحكم كان ضد النادي الاهلي الماتش اللي فات، فانت ما تقلقش من الكلام ده، فما تحاولش تجامل او ان انت تحسن الصوره. لا هو بيديله كده، بيقول لك احنا مظلومين وكان فلان لازم يتطرد واحنا كذا، واللعيبه بتشتكي، لعيبه الاهلي بتشتكي من التحكيم ازاي احنا اللي اتظلمنا واحنا كذا. فبيخفف عن الحكم بتاع مباراه بكره. احنا نتمنى، احنا مش عايزين زياده عن حقنا، عايزين حكم يكون فير، لان الحكام ضرتنا في ماتش السوبر كان ممكن تاخد بطوله، ضرتنا في الماتش اللي فات بتاع سان داونز كان ممكن ضرب الجزاء 1-1 كانت نتيجه مختلفه عن 1-0 هتغير استراتيجيه الاثنين مدربين وكان هيبقى المباراه هنا حاجه ثانيه. انما احنا ان شاء الله نتعشم يعني ان هم اللي يعني الاتحاد الافريقي يكون عين، انا ما اعرفش معين مين الحكم بكره للمباراه، يكون حكم كويس، ويكون الاهم منه كمان الحكم الفار عشان طبعا ما يبقاش الحكم تحت وفوق برضو يعني نايم. لازم يبقى فيه تناسق، زي ما قلنا ان دي بطوله كبيره عايزين تخلوها حاجه بدايه قويه للبطوله دي، لازم يبقى جميع العناصر سوبر زي ما انتوا بتقولوا يعني. دكتور ثابت اخيرا قبل ما ننهي حلقتنا، حلو ان اللعيبه تشتغل في الاجواء دي، اجواء فيها حماس، اجواء فيها تصريحات من خارج الملعب، ده بيحط عليهم مسؤوليه كبيره داخل الملعب. وايضا كمان جمهورنا بكره ان شاء الله بعد ربنا سبحانه وتعالى يكون ليه دور مهم جدا في مباراه بكره. طبعا انا شايف ان تصريحات المدرب انا شايفه مهزوز. التصريحات دي بتقول ان المدرب خايف من النادي الاهلي، لازم نستغل التصريحات دي بشكل كويس، واحتفاله كمان بعد المباراه اللي كان مبالغ فيه بعد مباراه الذهاب، لازم نستغل الحاجات دي. ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يعدي سان داونز. النادي الاهلي بشخصيه النادي الاهلي، احنا عدينا في مواقف زي دي كتير، ولاعيبه النادي الاهلي خبرات اغلبهم بيلعب في منتخب مصر وبيلعب في منتخبات في افريقيه كتير ومنتخبات عربيه. ان شاء الله لاعيبه النادي الاهلي عندها القدره ان هي ترجع. اهم حاجه زي ما قلنا ان ما نستعجلش الهدف، اهم حاجه تلعب واحده واحده تدريجيا، تضغط تقسم الماتش صح. ممكن اول ربع ساعه زي ما قلنا لازم تضغط ضغط عالي في الاول ربع ساعه، تحاول تستغل الحماس الجماهيري الموجود،
جماهير النادي الاهلي ان شاء الله هتكون كلمه السر الموجوده، تحاول تستغل الضربات الثابته، اتمنى يكون في تمرين على الضربات الثابته وعلى ضربات الجزاء برضو، عشان خاطر في حاله التعادل 1-0 هنتجه لركلات الترجيح. كل الحاجات دي لازم تكون في الحسابات، واهم حاجه اهم حاجه شخصيه الاهلي، لازم اللعيبه تكون تحت، يعني ان شاء الله الصوره اللي قدامنا دي صوره جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي هي هتكون ان شاء الله اللاعب رقم واحد، واللي يعني ان شاء الله هتكون روح الفانيلا الحمراء موجوده بكره باذن الله، وان شاء الله انا واثق باذن الله ان احنا قادرين ان احنا نرجع ان شاء الله. هضيف عليها اسامه حاجه صغيره خالص سريعه، بكره اللي هيدير اللقاء حكم سنغالي الكابتن عيسى سي، ده حكم سنغالي اللي طيب. هيدير اللقاء بكره، ربنا سهل ويكون راجل فير كده وعنده شخصيه ويحكم ويعني يحكم باللي شايفه ان شاء الله. حاجه اخيره بس اخيرا عشان اوري وقتنا الاخطاء انتهى. يعني نتمنى يبقى فيش اخطاء بكره، ان انت لغايه اخر لحظه حتى لو النتيجه 0-0 انت جون يدخلك في القصه ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن حشيش، شكرا كابتن متألق كالعادة، ربنا يخليك، شكرا، شرفتنا ونورتنا يا دكتور ثابت متألق كالعادة، شكرا يا كابتن أسامة، ودايما بكون سعيد بالتواجد مع حضرتك ومع كابتن محمد حبيبي، وأنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر ضيوفي الكابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت، بنبارك لفريق 2005 ويا رب بكرة نبارك للفريق الأول بفوزه على صن داونز، وبكرة إن شاء الله يعني جمهور النادي الأهلي كالعادة نشوف بكرة إن شاء الله استاد القاهرة مليء بجماهير النادي الأهلي، حماس وتشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه، ويكون التوفيق ان شاء الله من نصيب لاعبي النادي الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، قريبا ان شاء الله استوديو جديد من استاد الاشبال، شكرا والى اللقاء.